call me a god. حاليا اريد اخلصها. الباري كثير كثير كثير. هولنديين. هولنديين اخوتي بيهاجموا علي لكن ما اسال. والله لما سمعت الصوت على بالي هاجمون علي. كم ليفل المكان؟ 9 وواصلين جرس الانذار بس ما علينا احنا. مونا طيبة. تقريبا كم بدنا؟ وصلنا لمهمة التوصيل للافيون. بيعطينا الدولار الاسباني بس نحتاج 1500 تقريبا 1400 نحتاجها مرتين. It's a drowsy day, Captain. Good fight. Your coin's well earned. Fast travel, مفتوح. مفتوح. نشوف إذا رحنا الحين بتستقبلنا. إذا تستقبلنا بقفل البث وعاد نبدأ في وقت آخر. اليوم. اليوم بس جلتش الفلوس. اليوم خلصنا بعض المهام مع رحمة. عطتنا نقاط كمية طيبة يعني من النقاط. خلينا نشوف إذا تستقبلنا الحين ولا مرة ثانية بتقول تعال في وقت آخر. So, even the sea has decided to spit you out. Yeah, sometimes she gets picky. I think pirates are too salty for its taste. But you handled it nicely. The sea is funny sometimes. Years ago, I was sailing with my crew and we had to choose. Face warships or the storm. We thought those sweaty red-faced colonizers wouldn't follow us in. So, we chose the storm. We did escape the warships, but my bosun, the waves snatched her. She was half dead when we found her. Blue lips, covered in seaweed. But the look in her eyes. I had never seen someone so alive. That smile on her face was pure joy. A rare sight those days. Now she leads my Unbound into storms with that same resilient, blithe spirit. والله ما رح هذيك ضربة من الأفيون المصنع بعد تقول أزرق نفس لون الغرشة. Being a leader is lonely, Captain. But loneliness is the only thing I know. وش هذا؟ بس كلمتني وما عطتني حاجة وتو بتقول ارجع لي في وقت آخر. Damn. Remember,
نروح نشوف المخزن. ونشتري الأفيون. أقدر أشتري الأفيون. أشوف المحتمل. دابل فاست ترافل مفتوح. أقدر توصيل في وسط البحر، هذا حلوة. بحر آخر بوصلها. القمقمة البيضاء نفس المكان، بس ما عندنا القمقمة البيضاء نفس المكان، والأفيون نفس المكان. أقدر أوصله. شوف شبكة الدادات، أقدر أروح هنا. فاست ترافل، فاست ترافل مرة ثانية. المكان كلهم نفس المكان ما عدا الأخيرة، قبل الأخيرة. ميسكال. بسرعة نخلص هذه المهمة، ما نخلص الوقت. كم واحدة هنا؟ ميسكال. ليفل 10 كلهم. This will be fun. ترابل من هنا ونشوف الثانية. على بالي كلهم جالس أهجم عليهم كلهم. فاست ترابل للمكان القادم.
اتوقع ناخذ هذه نكم... بعدين نرجع للايصالات. ما اعرف الايصال مع هما ولا مع انيتا ولا مع كلاهما او اي واحد منهما. هذا الطريق اسمع صوت فاعي. هنا في قبر العمود عالم طبيعة، مش نعرف ان اسمه قبر العمود. اذا حصلنا اي حاجة تقول لك روح قبر العمود فنكون دارين بالمكان. كيف اوصل بعد فوق؟ هذه النار. كيف اوصل فوق؟ شوية معقدة. اوكي اخر تجربة، اذا ما قدرت بنهي صراحة، ما مستعد اني اخسر وقتي هنا. طيب وصلنا هنا. كملت الصفقة، نرجع هناك المعمل ونخليه يسمع لنا. It's half time for you, Captain. المادة اللي هي الشراب القمقمة الأبيض أو شراب القمقمة البيضاء. نرجع لأنيتا شوف نظرة عامة على إمبراطورية مقر القيادة. هذا هي أوكي، هذا المكان اللي تطور منه. كم بقى لنا الحين؟ عندي والله واجد من القمقمة البيضاء. عندي واجد من القمقمة البيضاء، عندي واجد من هذا. أقدر أسوي عمليات توصيل كثيرة بكرة أول ما نبدأ نلعب. من هنا التطوير والترقية، بس أنا اللي أكثر شيء سيعاد تعيين جميع الترقيات من هذا الموسم. وش يعني تعيين؟ ما أعرف ما أعرف ما أعرف، فما أريد أخسر الكميات هنا، مع أنه يعني أستفيد منها، بس ما فاهم وش يعني ستعاد كمية التعيين. سيعاد التعيين. هنا نوصل لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديوهات تعجبكم، أتمنى أنكم تضغطوا على زر السبسكرايب و تابعوني وتنشروا المقاطع وتسوي لايكات عشان يتشر المقطع للجميع. ونلقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.